السلام عليكم يا حماتي. اهلا بزيد الرجاله اللي مراته كانت هتتخطف منه. هي ريتاش حكيت لك؟ ريتاش حكيت لي ايه؟ ده البلد ملهاش سيره غير خيبتك، ملهاش سيره غير العيل اللي مش عارف يحافظ على مراته. بس حضرتك استاذ سكر جه في الوقت المناسب وانقذها. وانقذنا احنا كمان. وده مين ده كمان؟ ده فخر الشحات اخويا. فخر العرب. ما اصلها كانت ناقصاك عشان تجيب لنا اخوك. طب هي ريتاج طلعت نامت ولا هي فين دلوقتي؟ ريتاج لسه ما جاتش. نعم؟ بقالنا 6 ساعات في الطريق وهي لسه ما جاتش؟ ايه هو انتوا الدنيا عندكم سبهلله؟ مفيش رجاله في العيله؟ لا فخر دي راجعه كمان مع عيل خرع ممكن تتخطف منه في اي لحظه، انا قلقان عليها. لا فخر اسف. ايه ده يا سيد بتكلم مين؟ مفيش حد على الكنبه، الست طلعت وسابتك. هي هتلاقيها بس خافت وانا بزعق. اقسم بالله ما خافت. لا والله عشان انا كان صوتي عالي واحتديت عليها. بقول لك اقسم بالله ما خافت، ده ما سلمتش عليك واحنا داخلين يا سيد. راح جالع السبسب وضرب مين وجع كيف البرص. وجع كيف البرص. طب فاكر انت لما كنت في تورمة ابو اسماعيل في الساقيه وتقعد تغني تحت الشجره؟ ايوه كنت اقعد اقول لك في البحر سلامك سلامك تزق السلام. كنت فين يا هانم؟ في ايه؟ سكر كان بيفسحني يعني عشان ينسيني اللي حصل وقعدنا نفتكر الحاجات القديمه. طب فاكر انت الشبشب لما طار؟ ايوه لما ضربه بالسبسب وقع كده بالقرص. ايوه الله يجعله على الخير. يا ترى بقى انبسطتي؟ انبسطت عادي يعني، سكر زي اخويا. في ايه يا سيد؟ في ايه يا هانم؟ في ايه يا هانم انك راجعه ورا البيع على الحصان وانت عارفه كويس قوي ان جوزك عنده املاح ورجله بتنقح عليه، فكان ذوقيا يعني تسيبيني انا اركب ورا الحصان وتيجي انت ماشي مع فخر. ليه كلام برضك يا ريتاج؟ مش تقول لنا ان التوتو عندي هاملح برجليه؟ كنت خليتك انت يا حرمه تاجي ماشي مع فخر. بعدين هو بيزعج لي كده كيف؟ اي حد يضايقك قولي لي وانا اتصرف معاه. لا لا هو مش بيضايقني، هو لما يضايقني هقول لك على طول وانت بقى اتصرف معاه. سمعت يا سبع البرومبه؟ سمعت مراتي بتقول لك ايه؟ لما ابقى ضايقها تبقى تشتكي لك، تبقى تيجي تتصرف معايا. لكن طول ما انا ماشي معاها زي الالف كله يلزم حدوده. يا ابني هتجيب لي صرع في مخي يا ابني. دي المفروض مراتك وهو دخيل و بدل. خلاص يا فخر خلاص ماشي يا ريتاش، لينا اوضه فوق هتتقفل علينا وكلامنا هيبقى مع بعض كويس قوي. اوضتيه اللي تنقفل عليكم انت وهي؟ عندناش رجاله يناموا مع حريم غير بجسيمه الجواز. من غير ايه؟ جسيمه الجواز. انا مصمم العزبه هنا كيف الفندق مع جسيم الجواز تطلع انت ومرتك الاوضه، ما معكش ما ينفعش. هو ارتجى احنا لما جينا نتجوز المأذون ادالنا قسيمه؟ بس انا ما اعرفش القسيمه دي شكلها عامل ازاي. انت عبيط يا سيد، اكيد كان في قسيمه جواز. طب احنا دلوقتي ما جبناش معانا القسيمه، فاحنا نعمل ايه دلوقتي؟ انا اسف يا ريتاج، انت عارف ان انا ما ارفضلكيش طلب ابدا، اللي بتقولوه ده لا يتناسب مع النظام الفندقي. هو يظهر يا باشا ان الوقت اللي قضيتوه مع بعض خلى حضرتك تنسى ان هم متجوزين اصلا. اقفل خشبك ياد. طب انا عندي فكره، ايه رايك تدي لكل واحد اوضه، كل واحد هيبقى لوحده بقى بس تبقى كونكتد. عايزين تتقابلوا بالليل في الكونكت ونسهونا؟ مستحيل، هذا لا يتناسب مع النظام الفندقي اللي انا عامله هنا في العزبه. ايوه نسبه الفندق قطروفه. اقول لك ايه؟ اقول لك واحد راح يحجز في فندق ما لقلوش غرفه ادوله جناح طار. جناح من الشباك يعني وقع طار يعني جناح. جناح الفندق والجناح جناح الفندق جناح. ضحك ما حصلش. طب ايه برضه هنعمل ايه؟ احنا عايزين نعرف هننام فين. ايوه اقول لكم تقسيمه النوم. ست الجميلات هتنام مع ست الستات في الاوضه الشرقيه. سيد هينام معايا فوق في الاوضه الغربيه بس. طب وانا هفضل صاحي؟ انت انت اللي شايل لك نومه زين الزين ومن غير جسيمه. ياه هو ازاي برنس كده؟